بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي ما ذكر الإمام الجليل أبو داود رحمه الله من تراجم تحت كتاب الصيام. وكنا قد توقفنا عند قوله باب ما يستحب من تعجيل الفطر. قال أبو داود رحمه الله باب ما يستحب من تعجيل الفطر، ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، لأن اليهود والنصارى يؤخرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، لأن اليهود والنصارى يؤخرون. ثم ذكر رواية عن أبي عطية أنه قال: دخلت على عائشة أنا ومسروق، فقلنا: يا أم المؤمنين، رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أحدهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة، والآخر يؤخر الإفطار ويؤخر الصلاة. قالت: أيهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة؟ قلنا: عبد الله. قال: كذلك كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبيذكر أبو داود رحمه الله ويبين استحباب تعجيل الفطر، أي بمجرد دخول المغرب عند ذلك بيتم تعجيل الفطر، أي إسراع الإنسان في إفساد ذلك الصوم. وأيضا بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أهمية ذلك الأمر. قلنا: حتى لا نستهين بالسنة، وحتى نتعلم ونتعرف على مكانة السنة في التشريع، مكانة السنة في التشريع. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد أن الناس يحافظون على هذه السنة، قال: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر. قلنا مسألة يعني قد يستهين بها البعض، كما هو معلوم من حال الكثرة الكثيرة أنهم يعاملون كيف يعاملون السنة. قلنا بتعامل السنة بنوع من أنواع الاستهانة ونوع من أنواع التقليل من شأنها، ولكن ننظر إلى ذلك الحال: لا يزال الدين ظاهرا. وكما قال أيضا صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. يبقى الخيرية بينها النبي صلى الله عليه وسلم أنها تعقد لمن كان محافظا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي عندما بيدخل المغرب يسارع الإنسان في الفطر امتثالا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك التماسا للبركة من الامتثال لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. الإضافة أيضا كما قال وكما بين صلى الله عليه وسلم فيها المخالفة لليهود والنصارى، وأن تعجيل الفطر فيها المخالفة لليهود والنصارى. يبقى هذه نوايا بتعقد عندما نسارع في الإفطار: أولا الامتثال السنة، وكذلك التماس البركة من سرعة الاستجابة لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك أيضا فيها المخالفة لليهود والنصارى، كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أن اليهود والنصارى لا يفطرون حتى تشتبك النجوم، والنبي يؤخر الفطر. فالمصارعة بالفطر يبقى نجمع معها كل هذه النوايا. في بعض الأحيان الإنسان لما بيسارع في الفطر إن سألناه قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. قلنا دي وجه من الأوجه، ولكن هناك أوجه متعددة تدفع ذلك الإنسان إلى المصارعة في الفطر، منها كما بينا أننا أيضا نعقد في القلب أن يكون المخالفة اليهود والنصارى، وطبعا وجوب المخالفة اليهود والنصارى، فأنهم يؤخرون الفطر، أما نحن فنحن نعجل الفطر كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك ما قال: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، أن لما الناس يحافظون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وبالتالي يعاملون الطاعة، لا فرق بين الواجب والمندوب، لا فرق بين الواجب والمندوب، كل ذلك من باب القرب إلى الله سبحانه وتعالى ومن باب العبادات. سواء كان هذا الأمر هو أمر ورد على سبيل الإجاب
أو أمر ورد على سبيل الإرشاد والاستحباب في كلا الحالتين، هذه طاعة نتقرب بها لله عز وجل، وبالتالي لا نفرق بين الواجب والمسنون. وهذا أيضا هو الحال الذي تربت عليه الصحابة رضي الله عنه، الصحابة تربوا أنه لا يفرقون بين الواجب والمسنون، كل ذلك من باب القرب إلى الله تبارك وتعالى. وبينا بالأمس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وقال أيضا: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. مجرد الإنسان يواظب ويحافظ على إتمام الفريضة غفر له ما تقدم من ذنبه، وكذلك إن كان محافظا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا نفس الثواب غفر له ما تقدم من ذنبه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي يبقى ليس هناك مجال لاستهانة الإنسان بالسنة أو التفرقة في الطاعات بين مندوب وبين واجب. يبقى نقول إن العلماء لما قسموا الطاعات إلى واجب ومندوب، قلنا على أساس يعني نتعلم كيف تكون الفتوى في المسألة، كيف تكون الفتوى في المسألة. قلنا إنسان كده ترك ركن من أركان في الصلاة، عند ذلك نعلم هذا ركن وأن الصلاة لا تصح إلا بإتيان جميع الأركان، فإن ترك ذلك الركن قلنا عليه بإعادة الصلاة وإعادة تلك الركعة على حسب الحال. أما إن ترك السنة من السنن قال أنه قد نسي دعاء الاستفتاء، عند ذلك قلنا لا حرج، الصلاة عند ذلك صحيحة. يبقى التفرقة عشان نقول هذا واجب وهذا مندوب، قلنا حتى نتعلم كيف تكون الفتوى، لكن ليس معنى تقسيم العلماء كما بينا قبل ذلك هو دفع الناس أن يستهينوا بالسنة أو يوجدوا لهم المبرر لترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى قول العلماء هذه سنة، وأن مش المقصد منها أن يكون مبرر للترك، أن البعض يستعمل ذلك الحكم بهذه الصورة. يبقى إن قلنا سنة عند ذلك قال يترك ذلك الأمر، وكأنه في غنى عن إتمام ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأن لو كان هناك اعتراض عليه قال أنها سنة، وبالتالي ترى أو عاقب على تركها، نقول لا تعاقب على تركها، تسبب فعلها ولا تعاقب على تركها. لكن نقول ليس الغرض من التقسيم هو أن يكون مبرر للترك الطاعات أو الاستهانة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كما قال أبو عطية رحمه الله: دخلت على عائشة أنا ورسوله فقلنا: يا أم المؤمنين، رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أحدهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة، والآخر يؤخر الإفطار ويؤخر الصلاة، قالت: أيهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة؟ قلنا: عبد الله، أي عبد الله بن مسعود. قالت: كذلك كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالتالي يبقى الاتباع، يبقى هذه صورة الاتباع. وبالتالي نجد أن هذه المسألة سألوا ورجعوا إلى عائشة رضي الله عنها، وأولى الناس بالإجابة على ذلك السؤال هم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم يشاهدون أحوال قد لا نشاهدها، وبالتالي كانوا يعلمون من حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعجل فعل الفطر كما أرشد بذلك بالقول، كذلك كان فعله، وأن هذه أفعال يطلع عليها الزوجة، يطلع عليها أمهات المؤمنين. فلذلك لما طرح هذه المسألة على عائشة رضي الله عنها قالت: كذلك كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ينتقل بعد ذلك إلى باب آخر، وباب ما يفطر عليه. قال أبو داود رحمه الله: باب ما يفطر عليه. ثم ذكر رواية عن سلمان بن عامر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم صائما فليفطر على التمر، فإن لم يجد التمر فعلى الماء، فإن الماء طهور. كذلك في رواية عن ثابت البناني رحمه الله أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات، فإن لم تكن حسى حسوات مما. على ذلك نعجل الفطر، وكذلك أيضا على أي المواد أو الأطعمة يكون فطر الإنسان. فذكر سلمان بن عامر رضي الله عنه ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم صائما قال فليفطر على تمر. قلنا إن كان الأمر خرج بصيغة الأمر أو الكلام خرج بصيغة الأمر، ولكن هذا بيكون على الندب والاستحباب. قال فليفطر على التمر، فإن لم يجد التمر فعلى الماء، فإن الماء طهور. يبقى إن لم نجد التمر
فكان على الماء حسى حسوات من ماء قلنا حتى يتم إفساد ذلك الصوم. وأيضا هذا الفطر يعجله الإنسان قبل أداء صلاة المغرب، وبالتالي الغرض أنك أنت أساسا ندخل إلى صلاة المغرب وكنا قد أفسدنا ذلك الصوم. إفساده يكون قلنا بتمرة أو بنحس حسوات من ماء أو بشراب حلو. فلذلك قال أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، يبقى الكلام ده قبل صلاة المغرب، يبقى بنحاول إفساد ذلك الصوم. وليس معنى الإفطار هو يعني إعداد مائدة الطعام ثم حتى يأكل حتى الشبع ثم بعد ذلك يصلي، لا، قلنا المسألة كما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم يفطر على ثمرات أو رطبات أو بيحصو حسوات من ماء ثم يصلي ثم بعد ذلك يتناول ما شاء من أطعمته. قال فإن لم تكن رطبات فعلى ثمرات، فإن لم تكن حسى حسوات من ماء، يبقى نقول يبقى رطب أو اليابس اللي هو التمر، فإن لم يجد حسى حسوات من ماء، أو كما قال علماء الغرض هو بشراب حلو أيضا يقوم ذلك المقام. قال إن الإنسان بيحتاج إلى هذا الشراب الحلو، وبالتالي نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم نعت إلينا التمر، قلنا على أساس أن الجسد بيحتاج إلى هذه المواد السكرية، قلنا حتى يعود نشاط وقوة ذلك البدن، حتى يكون إقبال الإنسان على الطاعة بنشاط وبجد وباهتمام، وأن يكون مقبلا لا يكون هناك دواعي للكسل أو الخمول. فكذلك أيضا نجد أن السنة لم يفت أن يتكلم معنا النبي صلى الله عليه وسلم فيما نتناوله عند الفطر، كلمت على الفطر ووقت الإفطار، وكذلك رغبت في أيضا التعجيل في الفطر. يبقى نجد السنة بينت حتى ما هي الأطعمة أو الأشربة التي نبدأ بها في الإفطار، ولذلك من باب إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم لأفضل الطرق وأحسن كما نقول خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن كل ده يظهر من خلال التطبيق. يبقى لما نيجي نقول كده خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن الكلام ده مش عبارة عن مقولة نتلفظ بها، ولكن لابد أن تكون ترجمة حقيقية نراها في واقع حياة الإنسان. إن قلنا فعلا خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن إحنا بنحاول أن نحاكي النبي صلى الله عليه وسلم فيما قال وفيما فعل، نحاول كده يبقى محاكاة النبي صلى الله عليه وسلم فيما قال وفيما فعل. قلنا خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، يبقى عند الفطر أيضا إفطار الإنسان يكون على ما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا نعجل لإرشاد النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك هذه الفضاء التي ذكرها في مسألة تعجيل الفطر. كذلك أيضا نقول خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم في الدعاء في أداء العبادات، أي عبادة من العبادات يبقى نؤديها على ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا يبقى خير الهدي هدي محمد، يبقى المسألة بتحتاج ننظر إلى أقوال وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم ثم نستنبط بأقواله وأفعاله، عند ذلك تكون ممن طبق هذا الكلام هو خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم يذكر بعد ذلك باب آخر وباب القول عند الإفطار، فطر عند الفطر ماذا يقول الإنسان، ما هي الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال باب القول عند الإفطار، ثم ذكر رواية عن مروان أنه قال رأيت ابن عمر يقبض على لحيته فيقطع ما زادت على الكف، وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. كذلك في رواية عن معاذ بن زورة قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر قال اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، قال اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. قال عنها المحقق قال عن هذه الرواية أنها من باب الضعيف. قال باب القول عند الإفطار، يبقى ترى ما هو الدعاء الذي يدعو به الإنسان عند فطره، كما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا أفطر قال ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. يبقى ذهب الظمأ معلوم طبعا يعني حاجة الإنسان إلى الطعام والشراب، قلنا خاصة في الأوقات الحارة، قلنا في أوقات الصيف حيث الحرارة الشديدة للشمس
وحاجة الإنسان الشديدة أيضا إلى الماء لما يفقد من عرق أو غير ذلك من الأمور. كذلك أيضا قال وابتلت العروق، يبقى بعد جفافها. لذلك معلوم أن الباب الذي يدخل منه الصائمون هو باب الريان، باب الريان، قلنا مقابل عطش الإنسان وجوع الإنسان، فيعوض بذلك يوم القيامة أن يدخل من باب الريان، وباب لا يدخل إلا الصائمون كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. قال ذهب الظمأ وابتلت العروق فثبت الأجر إن شاء الله. يبقى نقول أن الطاعة مبناها على مشقة، لكن هي مشقة يعني محتملة، الطاعة مبناها على المشقة، مشقة محتملة، والأجر والثواب على قدر التعب والنصب، الأجر والثواب على قدر التعب والنصب. يعني نقول والله الصوم في اليوم الشتي في الليالي الباردة غير الصوم في الليالي الحارة، يبقى في الأيام الحارة يبقى الصوم في الأيام الباردة غير الصوم في الأيام الحارة، يبقى نقول الصوم هو الصوم، ولكن نقول النهار ما زال ممتدا، حرارة الشمس شديدة، حاجة الإنسان إلى الماء حاجة معلومة، ومع ذلك نقول يتحمل كل ذلك من باب القربة إلى الله تبارك وتعالى، وبالتالي بقى الأجر والثواب على قدر التعب والنصر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا كما قال ذهب الظمأ، يبقى الإنسان بيشعر بالجوع، بيشعر بالعطش، نعم يشعر بالجوع والعطش، ولكن يتحمل ذلك، قلنا حتى يتقرب إلى ربي سبحانه وتعالى، وثبت الأجر إن شاء الله. نقول دايما كده ننظر إلى ثمرة الطاعة والعبادة، قلنا دي بتهون على الإنسان يعني هذه الصعاب والمشاقة التي يتعرض لها من أجل تحمل الطاعة، انظر دايما إلى الثمرة. ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يحث الإنسان على الصوم، قلنا بما فيه من مشقة الجوع والعطش إلى غير ذلك، ذكر أن الصائم له فرحتان يفرحهما، فرحة عند فطري وفرحة عند لقاء ربي. قلنا بتبقى دي كلام ده عبارة عن حوافز ثمار، قلنا لابد من استشعار ذلك الأمر، قلنا دي بتهون على الإنسان الطريق، وتهون على الإنسان أيضا تحمل المشاق والصعاب من أجل إتمام تلك الطاعات. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. قلنا فرح الإنسان دايما عند إتمام الطاعة، قلنا الإنسان لما بيفرح بإتمام الطاعة قلنا هذا ليس من باب الزهو ولا العجب ولا الاستطالة على خلق الله سبحانه وتعالى، ولكن نتعرف على نعمة الرب سبحانه وتعالى، أن الله تعالى أمد العبد وعان العبد حتى أتممنا هذه الطاعة بأمان وسلام. وكذلك أيضا مطلوب من العبد أن يقوم بصيانة الطاعة، بصيانة الطاعة، لذلك ما قال وثبت الأجر إن شاء الله. يبقى نجد كده الإنسان لو صام في أيام شديدة الحرارة، أيام مضت لكن ثبت الأجر، انتهى الأمر، انتهى، نقول حتى الإنسان لما بيفعل المعاصي، نقول حتى لو وجد في ظن كده الفاسد، حتى لو وجد لها لذة، حتى لو وجد لها سرور وفرح، نقول انتهى وبقيت تبعات. يعني نقول كل ما فعل من معاصي، قلنا حتى لو كما يقول، قلنا بظن الفاسد ورؤيته الفاسدة قال إن هو بيشعر بلذة أو سرور أو فرح، نقول وماذا بعد، ماذا بعد ذلك؟ نقول ذهبت المعصية وبقيت تبعات ذلك الأمر. كذلك أيضا نقول مهما كان الإنسان يتحمل من مشاق الطاعة ذهبت المشاق، قلنا في كم من الأيام صام الإنسان وكانت حر الشمس شديدة، قلنا فات الأيام، فاتت الأيام، لكن ثبت الأجر، الأجر حيدخل لذلك الإنسان حتى يجد يعني ذلك الأجر الجزيل من رب سبحانه وتعالى يوم القيامة. لذلك ما قال النبي صلى الله عليه وسلم وثبت الأجر إن شاء الله، قلنا الكلام ده لو كان عمل صحيح وكان مقبول عند الله سبحانه وتعالى، وبالتالي مرد ذلك إلى مشيئة الرب سبحانه وتعالى. لكن في حافز، يبقى إيه الحافز اللي يجعل الإنسان يتحمل المشاق؟ إيه الحافز؟ نقول في حافز هذا الأجر المعقود على إتمام الإنسان للطاعة والعبادة، على إتمام الطاعة والعبادة. لذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول جنة يقاتل مرمر، نص إلى تحصيل هذه الثمرة، وأن الثمرة دي تبقى دافع كده حافز لتحمل الإنسان الصعاب والمشاق في إتمام أي طاعة من الطاعات. فعشان كده لما يكون الإنسان متلبس بطاعة انظر إلى الثمرة المرجوة، انظر بقى إلى نهاية الأمر، لو أتممنا الطاعة بتمامها وكمالها وكان العبد مقبلا على ربي سبحانه وتعالى عند إتمام لتلك الطاعة، يبقى هنا الأجر والثواب.
ما يعقد من أجر وثواب عندما يتم العبد هذه الطاعة. قلنا ده بالإضافة أيضا شعور الإنسان أن الله تعالى أمده وأعانه حتى أتم الطاعة. ونتذكر كده وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب، يعني إحنا لم نوفق للطاعة دي إلا أن الله تبارك وتعالى وفق العبد ابتداء إلى الطاعة فدخل فيها، وأن الله تعالى ما زال بك المدد والعون من ربك حتى أتممنا الطاعة. فقالوا أن المؤمن يفرح بإتمامه للطاعة لأن الله تعالى لم يتخلى عنه ولم أيضا يكله إلى نفسه، ولكن الله تبارك وتعالى أمده وعانه حتى أتم الطاعة. لذلك نجد يقولون أهل الطاعة يقولون لما يسيرون على الصراط ربنا أتمم لنا نورنا، أتمم لنا نورنا واغفر لنا. يبقى نقول يبقى للمؤمن لما يعطى النور على الصراط ويسير بذلك النور ويرى كيف أن المنافق يكب على وجهه في النار، عند ذلك يدعو ربنا أتمم لنا نورنا. يعني الإنسان كده يطلب من رب سبحانه وتعالى أن يستمر به المدى والعون حتى نتم تلك الطاعة، وحتى أيضا نصل إلى نهاية الطريق، حتى نصل إلى نهاية الطريق. فنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذهب الظمأ وتلت العروق. يبقى المعاناة والصعوبة اللي احنا بنجدها نتيجة مشقة الصوم بمجرد كده ما يجي المغرب ويحصل الإنسان حسوات من ماء يضيع ذلك الظمأ تماما. مجرد أنه بيأتي المغرب ونتناول شيء من الطعام هنجد يضيع الجوع تماما، ولكن ما بقي إلا الأجر، ما بقي إلا الأجر. يبقى نقول الأثر ده أثر الطاعة، يبقى نقول من تحمل الإنسان المشاق حيضيع، إن كان نقول عطش ضاع بالماء، إن كان جوع ضاع بالطعام، ولكن الثابت الأجر، ثبت لك ذلك الأجر عند ربك سبحانه وتعالى. وبالتالي نجد الإنسان يتحمل المشاق من أجل أيضا إتمام الطاعات، وينظر أيضا إلى الثمرة المرجوة من ذلك. للصائم فرحتان يفرحهما، يبقى فرحة عند فطري قلنا لإتمام الطاعة، وفرحة عند لقاء الله سبحانه وتعالى قلنا للأجر والثواب المعقود لذلك الصائم إن أتم ذلك الصوم دون أن يقدش، وكذلك كان مقبلا على رب سبحانه وتعالى عند فعل الطاعة. ثم يذكر بعد ذلك أبو داود رحمه الله باب آخر، وباب الفطر قبل غروب الشمس. ماذا لو أخطأ الإنسان وظن الغروب فأفطر عند ذلك خطأ ليس على سبيل التعمد ولكن على سبيل الخطأ؟ قال باب الفطر قبل غروب الشمس عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت أفطرنا يوما في رمضان في غيم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس. قال أبو سامة قلت لهشام أمروا بالقضاء؟ قال وبد من ذلك. قال أمروا بالقضاء؟ قال وبد من ذلك، يعني لابد أن هم يؤمروا بالقضاء. فبيتكلم على الفطر قبل غروب الشمس إن أخطأ الإنسان، معلوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمات الخطأ والنسيان وما استكروا عليه، ومعلوم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه من أفطر صائما ومن أفطر ناسيا فعند ذلك فليتم الصوم، إن الله تعالى أطعمه وسقاه أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فمعلوم إنسان لو أفطر ناسيا أكل أو شرب وكان ناسي الصوم فعند ذلك نقول لا حرج، فليتم ذلك الصوم صوم صحيح ولا يحتاج إلى قضاء، ولا يحتاج إلى قضاء. هذا ما بينه لنا النبي صلى الله عليه وسلم دون تفرقة بين صوم الفريضة والنافلة، دون تفرقة بين صوم النافلة والفريضة. البعض بيقول لو أفطر ناسيا في النافلة يبقى عند ذلك يبقى فقد أفطر لا يتم ذلك الصوم، نقول لا، النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر وكما بين من أفطر ناسيا فليتم صومه. قلنا بغض النظر بقى صوم نافلة أو صوم فريضة، صوم نافلة أو فريضة، صوم النافلة كالفريضة في مسألة النسيان، إن أكل أو شرب ناسيا وهو صائم سواء كان فريضة أو واجب أو نافلة نقول عند ذلك فليتم ذلك الصوم صومه ما زال صحيحا، وأنها صدقة تصدق بها ربنا سبحانه وتعالى على ذلك الإنسان. يا ترى الكلام ده بينطبق على من أخطأ؟ قلنا في بعض الأحيان البعض بيظن ما بيسمع كده أذان القاهرة بيظن أن ده أذان الإسكندرية فعند ذلك بيفطر، فنقول أخطأ. كذلك أيضا ممكن أساسا في غيوم تحجب الشمس عن الظل فنظن أن المغرب قد أتى، ف
فيا ترى في الحالة دي أفطر، ثم استبان بعد ذلك أن الشمس ما زالت يعني استطاع لم تغرب بعد، يا ترى في الحالة دي حيقضي ذلك اليوم ولا أيضا نعامل الخطأ كما نعامل النسيان؟ فقال باب الفطر قبل غروب الشمس. ثم ذكر هذه الرواية عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: أفطرنا يوما في رمضان في غيم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس. قال أبو أسامة قال: قلت لهشام أمروا بالقضاء؟ فقال: وبد من ذلك، هل ده لابد من القضاء؟ قالت: أفطرنا يوما في رمضان في غيم. قال الإمام الخطابي رحمه الله: اختلف الناس في وجوب القضاء في مثل هذا، فقال أكثر العلماء القضاء واجب عليه. أكثر العلماء بيقولون لو أخطأ الإنسان وأفطر مخطئا ليس متعمدا يبقى نقول وجب عليه القضاء، وجب عليه القضاء ناسي غير المخطئ، هو ناسك المخطئ في رفع الإثم، وضع نومة الخطأ والنسيان والسكر عليه أي يرفع عنهم الإثم، يرفع عنهم الإثم. لكن الناسي ده نص عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه. يبقى نقول الناسي ورد نص صريح من النبي صلى الله عليه وسلم، هل يا ترى يقاس عليه المخطئ؟ يبقى نقول المخطئ كالناسي، ولا أساسا نقول الناسي؟ يبقى نفصل ما بين الناسي والمخطئ، وأن الناسي لا حرج عليه ويتم الصوم بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك الإمام الخطابي رحمه الله يقول: اختلف الناس في وجوب القضاء في مثل هذا، اللي هو لو أخطأ الإنسان. أكثر علماء القضاء قال أكثر، طبعا هيمسك باقي اليوم لحرمة رمضان ولكن وجب عليه القضاء، يبقى ده طعم أو شرب مخطئا ظنا غروب الشمس فاستبلاه عدم الغروب، يبقى في الحالة دي نقول وجب عليه إمساك باقي اليوم لحرمة رمضان، بالإضافة أنه وجب عليه القضاء لكن يرفع عنه الإثم، يرفع عنه كأن بالضبط كده حاله كحال المعذور، حاله كحال المعذور. قلنا الإنسان لما حيفطر كنتيجة مرض أو سفر فعدة من أيام أخرى كما قال ربنا سبحانه وتعالى، ودي رخصة ربنا سبحانه وتعالى رخص فيها للمريض والمسافر. قلنا طبعا المخطئ هنا مش هيبقى زي العامد، لكن ده مخطئ فيرفع عنه الإثم لكن وجب عليه القضاء، وجب عليه إمساك باقي اليوم لحرمة شهر رمضان. قال البعض لا قضاء عليه ويمسك بقية النهار عن الأكل حتى تغرب الشمس. قال وشبهوه بمن أكل ناسيا في الصوم. اللي قالوا أساسا لا قضاء على المخطئ كل قياسهم كان على الناس، قياسهم أساسا كان على الناس، ولذلك بنجد أن ابن القيم رحمه الله يعني استفاد في هذه المسألة، استفاد في هذه المسألة وذكر أن المخطئ كالناسي في الحكم، أن المخطئ زي الناسي في الحكم. ولذلك بتجد بعض العلماء قالوا لو أخطأ يبقى عند ذلك يتم الصوم وأن الصوم صحيح ولا يؤمر بالقضاء، لكن غالب العلماء على التفرقة بين الناسي والمخطئ. وقلنا الناسي ده ورد فيه نص صريح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أما المخطئ يبقى في الحالة دي حيرفع عنه الإثم فقط ويستكمل باقي اليوم لحرمة رمضان ويؤمر بالقضاء بعد ذلك. فقال الإمام الخطابي رحمه الله الناس لا يمكنه أن يحترز، يبقى اللي قالوا لقضاء عليه شبهوه بمن أكل ناسيا في الصوم. الإمام الخطابي رحمه الله يقول الناس لا يمكنه أن يحترز من أكل ناسيا، وهذا يمكنه أن يمكث فلا يأكل حتى يتبين غيبوبة الشمس، فالنسيان خطأ في الفعل وهذا خطأ في التوقيت والزمان والتحرز ممكن. الإمام الخطابي رحمه الله قال بنفرق ما بين الناس وأساسا المخطئ. قال بالنسبة للناس يمكن أن يحترز من الأكل ناسيا، يعني ده ما يحترزش منه، قلنا ناسا رفع عنه خالص الكلام فأخطأ في الفعل. أما المخطئ قال كان ممكن ينتظر شوية، المخطئ كان ممكن ينتظر شوية. قال وهذا يمكن أن يمكث فلا يأكل حتى تبين غيبوبة الشمس، فقال الإنسان خطأ في الفعل وده خطأ في الوقت والزمان والتحرز منه. لكن أيضا اللي قال لقضاء عليه ردوا على الجزئية دي إزاي؟ قالوا أنه هو أساسا غير مخطئ تماما لما أفطر، لأنه هو بيستنى بهدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر إيه بالمبادرة بالفطر، فقال لما ظن غروب الشمس بادر بإيه بالفطر استنانا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى اللي قال أنه هو لقضاء عليه ردوا على الجزئية دي وقالوا أنه هو أساسا لما أفطر وكان ممكن يحترز أنه هو كان ينتظر يعني حتى يتيقن، وقلنا لأنه يستطيع أنه يمكث قليلا، قال طب ما هو في الحالة دي
يعني المطلوب ان احنا نبادر بتعجيل الفطر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ان هو لما بادر بالفطر اساسا كنتيجة لغروب الشمس كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن القول اساسا اكثر العلماء على ان المخطئ في الفطر وجب عليه القضاء وامساك باقي اليوم، وطبعا بيرفع عنه الاثم لقول النبي صلى الله عليه وسلم وضع نومات الخطأ والنسيان وما استكون عليه. ولذلك قال ابو سامة لهشام امروا بالقضاء، قال وبد من ذلك. هي رواية ما وردتش فيها انهم امروا بالقضاء، لكن كما ذكر ابن القيم رحمه الله وكما ذكر غيره ورد بعض روايات عن عمر الخطاب رضي الله عنه وارضاه انه حدث في عهد ذلك الامر ولم يأمر القوم بالقضاء، ولكن امر القوم ان يستكملوا الصوم. لكن الراجح من كلام العلماء انه هو اكثر او اكثر العلماء على القضاء واجب عليه، القضاء واجب عليه، وان لانه فرق ما بين الناس والمخطئ، وسبب التفرقه وجود النص عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجود النص عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الناس لا حرج ولا عتب عليه بل يستكمل باقي اليوم وصيامه صحيح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فليتم صومه. يبقى معنى كده ان اكل نسيان او شرب نسيان نقول هو لم يؤثر ابتداء على صوم اما المخطئ فعند ذلك قالوا لا نص في ذلك الامر بل وجب عليه القضاء مع رفع الاثم، وايضا وجب عليه امساك باقي اليوم. ثم ينتقل بعد ذلك الى باب اخر وباب في الوصال، ثم ذكر رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، قال فإنك تواصل يا رسول الله، قال إني لست كهيئتكم إني أطعم وأسقى. يبقى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال، قالوا فإنك تواصل يا رسول الله، قال إني لست كهيئتكم إني أطعم وأسقى. كذلك في رواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. قالوا فإنك تواصل، قال إني لست كهيئتكم إن لي مطعما يطعمني وساقيا يسقيني. يبقى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عن الوصال، والوصال هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. الوصال ده إن إحنا نتابع الصوم من غير إفطار، تابع الصوم من غير إفطار، يبقى نصوم كده يومين ثلاثة متواصلين من غير ما يتخلل ذلك حتى لو جرعة ماء، حتى لو كان جرعة ماء، ده الوصال. وهذا الوصال نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ننظر إلى أن الصحابة رضي الله عنهم بصر الصحابة لم ينصرف عن النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن الوصال، قلنا خلاص ياخدوا الكلام، لكن هم يروا من حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يواصل، لذلك قالوا فإنك تواصل يا رسول الله، فهم عايزين يستنوا، فقال إني لست كهيئتك. يبقى فرق ما بين حال النبي صلى الله عليه وسلم وحال هؤلاء القوم. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا من خصائصه، هذا من خصائصه دايما، عشان نقول والله هذه فعلة من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم لازم يكون ورد الدليل بالنص أنها من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. ساعات البعض يقول وإن كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعل يخالف ما خاطب به الأمة يبقى يقولون هذا الفعل من خصائصه، نقول لا، ما فيش حاجة تكون من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم إلا لما يجي النص ينص إن هذا من خصائصه، عشان البعض كده ممكن نقرأ في بعض الكتب يقول لما يجي فعلة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم عكس ما نهى، نقول كده مثلا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، وليكن نهى النبي صلى الله عليه وسلم يتوضى الرجل بفضل طهور المرأة، وبعد كده وردت روايات أن النبي صلى الله عليه وسلم توضى بفضل طهور بعض زوجاته، فيقولوا والله يبقى في الحالة دي يبقى عند الجمهور يقولوا دي قرينة صارفة، صارفت هذا النهي من التحريم إلى الكراهة التنزيهية. والبعض يقول لا، لو جاء فعل النبي صلى الله عليه وسلم مغاير للقول اللي هو خاطب به الأمة قالوا إن ده يبقى ده من خصوصياتي، يبقى حملوا الأمر قالوا يبقى تحريم أن يتوضأ رجل بفضل طهور المرأة، والفعلة دي فعلة من خصائص النبي، نقول لا، الفعل عشان تكون من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم لازم يرد الدليل، يرد الدليل، ونقول هذا الأمر وصال لكنك تواصل رسول الله، فيترى النهي ده للتحريم ولا للكراهة، فعلى ذلك قال لك تواصل، فذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لست كهيئتكم، يبقى دي من خصائصه،
يبقى النص كده ورد أن هذا من خصائصه، قال إني أطعم وأسقى. كذلك أيضا في الرواية الثانية المذكورة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. يبقى هنا ممكن لو حب يواصل يبقى ما يفطرش لغاية السحر، لغاية لما يجي لطعام السحور يبقى واصل كده، واصل النهار مع جزء من الليل، لم يتخلى ذلك، حتى لو جرعة ماء. لكن لو كان لنا يبقى الوصال لغاية السحر، يعني ما يجيش اليوم التالي، يعني نبدأ فجر اليوم التالي في الصيام إلا ونحن قد تجرعنا حتى لو كان جرعة مما. أما بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم فكان يواصل، قلنا يواصل باليومين وثلاث أيام، قلنا دون أن يتخلى ذلك جرعة ماء، وذكر أن هذا من خصائص. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم وقال إني لست كهيئتكم، يبقى ما يشبهش باقي الأمة في هذه المسألة، إني أطعم وأسقى، قال إني أطعم وأسقى. فمعنى الكلام إنه يا ترى بيأكل ويشرب، يعني على الحقيقة لا، أطعم وأسقى إنه بيجد قوة الطعام في بدني، وإنه بيجد قوة الطعام في بدني، إن يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا تكرهوا مرضاكم على الطعام فإن الله يطعمه ويسقيهم، قال تكرهوا مرضاكم على الطعام فإن الله يطعمه ويسقيهم، بنجد أنه يعني إنسان كأنه بيجد الشبع كده، يبقى الشبع فلا تكرهوا مرضاكم، أن الإنسان لو يتخيل نفسه هو مريض تجد أنه هو نقول يعني إقبال على الطعام بيبقى إقبال ضعيف جدا، إقبال الإنسان حال المرض يبقى إقبال على الطعام إقبال ضعيف جدا، لكن نقول هو مش شاعر بنوع من الجوع، شاعر بنوع الجوع، يبقى ده معنى الكلام لا تكرهوا مرضاكم على الطعام فإن الله يطعمه ويسقيهم. يبقى نقول اللي هو اساسا بيجد عنده، ما يجده الاكل الشارب، بيجد ان هو والله ارتوى من العطش وكذلك سد ذلك الجوع فيشعر بالشبع. كذلك ايضا مريض حال المرض بيشعر بالشبع ولا يشعر ايضا ايه بالجوع، فهذه ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، احنا بناكل اكله السحر كما بينا لكي نتقوى بها على الطاعه، فنجد ان النبي صلى الله عليه وسلم بيجد هذه القوة البدنية حتى لو لم يطعم شيء، حتى لو لم يشرب، يبقى إني أبيت يطعمني ربي يسقني، يبقى مش معنى الكلام طعام على الحقيقة وسقي على الحقيقة، ولكن يجد ما يجد الطعم الشارب من ذلك الأثر، قوة في بدني ولا حاجة له عند ذلك للطعام أو الشراب. ولكن ذكر أن هذا من خصائصه، وكذلك أيضا معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما ذكر للصحابة هذا الأمر جانب من الصحابة واصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فواصل بهم، يعني ثم واصل بهم كالمنكر لهم، قلنا حتى ظهر الهلال، قال لولا ذلك لوصلت بهم، قلنا كالمنكر لهم لأن الصحابة فهموا أن النهي ده مش على التحريم والبطلان، ولكن علموا أن ذلك النهي مخافة السآمة ومخافة أيضا أنهم يملوا من الطاعة، يبقى كان من باب الشفقة على الصحابة، يبقى نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال مخافة ملل الطاعة، وكذلك أن تلحق الصحابة مشقة عند ذلك يملون من الطاعة، فأخذهم بالأمر الأيسر، فكان الصحابة فهمت ذلك الأمر، وبالتالي هم ما كانش مقصدهم المخالفة، وأن الصحابة رضي الله عنهم عدول وما كانوا يفتئتون على ربهم سبحانه ولا على النبي صلى الله عليه وسلم، لما قالوا أنك تواصل فقال لست كهيئتكم، الصحابة وصلت مع النبي صلى الله عليه وسلم فواصل بهم ثم واصل بهم حتى رأوا الهلال، يعني قال لولا ذلك لوصلت بهم كالمنكر لهم، يعني كأنه بيذكرهم على هذه الفعلة، لكن هم ما فهموش أن النهي ده على البطلان وعلى التحريم، لكن وكأنهم فهموا أن هذا كان من باب شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على القوم فلذلك واصلوا، يبقى لأنهم فهموا أن ده من باب المشقة، من باب شفقة النبي صلى الله عليه، ولكن كما قال العلماء أن الوصال يبقى ممكن يعمل نوع من أنواع الملل والسآمة من الطاعة بما يجد الإنسان من مشقة، وأنه ممكن يتحمل يوم يومين ثلاثة بعد ذلك قلنا هيجد معاناة شديدة، يجد معاناة، فمخافة السآمة وأيضا قد يدفع ذلك الأمر بغض الإنسان لفعل الطاعة، قلنا لأن الطاعة أيضا في أثار بعد ذلك، يعني المطلوب أن أنا أقوم بصيانة الطاعة، فقد يتأسف الإنسان على شيء،
بالضبط كده. لذلك ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا في مسألة الصدقة: ولا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. إمتى بيجي المن والأذى؟ بعد الفعل، بعد الفعل. ولذلك نهى العلماء أن الإنسان يتصدق بجميع ماله، نهى العلماء أن الإنسان يتصدق بجميع ماله، والمخافة أن هو تأتي له حاجة فعند ذلك يتحصر ويتندم أن يتصدق بالمال. ولذلك قال يتصدق بجانب من ماله، وأيضا يبقي جانب، قلنا حتى لو طلعت الحاجات وجد ذلك المال، قلنا حتى لا يتأسف على فعل الطاعة. يبقى ممكن الإنسان يتأسف على فعل الطاعة، نعم، هذه مسألة المن والأذى. قلنا لما أعطى ذلك الفقير قلنا كان مقبل وأعطى ذلك الفقير، لكن لما صدر من هذا الفقير مثلا شيء مضاد فعند ذلك يتأسف أنه فعل تلك الطاعة. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى حذر أن احنا لابد من صيانة الطاعة، وأي مدخل ممكن يتسلل منه الشيطان حتى يعني يحذر الإنسان من فعل الطاعة لابد من سد ذلك الطريق، لابد من سد هذا الطريق. فلذلك ممكن مخافة السآمة من الطاعة، مخافة الملل، قلنا لا يقوى بعد ذلك على إتمام الطاعة بنشاط وبجد، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم على الوصال. يبقى هذه لفتة ذكرها العلماء، أن مخافة السآمة على الإنسان، ومخافة أيضا أن يجد هذه المشقة فلا يستطيع استكمال الفريضة بجد ونشاط. فدايما كده يبقى مش المطلوب أن أنا أفعل الطاعة فقط، أفعل الطاعة وأقوم بصيانة الطاعة، يبقى لابد أن أنا أقوم بصيانة الطاعة من أي شيء ممكن تخدش به تلك الطاعة. ساعات الإنسان يظن هو انتهى من الطاعة يبقى خلاص الأمر، لا، نقول ما زال الشيطان بالإنسان، يبقى نقول هو يأتي المن والأذى. يبقى أنفقت الصدقة وتصدق، لكن يأتي المن والأذى بعد سنة، بعد سنتين يأتي المن والأذى، هذا في إبطال الصدقة كما قال ربنا سبحانه وتعالى: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. إمتى بيجي المن والأذى؟ إمتى هيجي؟ يبقى نقول بعد ذلك، بعد إتمام الطاعة. يبقى المطلوب أنك أنت تقوم بصيانة الطاعة، ودي من الأشياء التي أيضا هتنقص من ثواب الإنسان، بل قد تبطل الطاعة كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى. قلنا من تصدق بجميع المال عرض له الشيء، يبقى الحاجة يتمنى لو كان عنده مال فيتأسف أنه قد تصدق بجميع المال، فمش عايزين أنه يتأسف على الطاعة، يبقى يقوم بصيانة الطاعة ولا يتأسف على ذلك، بل أن يكون مقبلا على ربي سبحانه وتعالى بإتمامها. ثم يذكر بعد ذلك باب آخر، وباب الغيبة للصائم. قال: باب الغيبة للصائم. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور العمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور العمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. وكذلك في رواية أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل، إن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل: إني صائم، إني صائم. قال أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة، فإذا كان أحدكم صائما، أو قال: إذا كان أحدكم صائما، قال: الصيام جنة، فإذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل، فإن امرؤ قاتله أو شاتم فليقل: إني صائم، إني صائم. في أمور تتنافى مع الصوم، أمور كده تتنافى مع الصوم. الصيام ده يربي الإنسان على الخلق السامي، وكذلك أيضا بنتعلم الاستعلاء بالإيمان والطاعات، استعلاء بالطاعات والإيمان على فعل القبائح، على فعل القبائح. لذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قال: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. مش وانا في الصلاة ده هو مفيش فحشاء ولا منكر في الصلاة، ده كلها عبادات، أقوال، سواء أفعال أو كانت أقوال، كلها أقوال معلوم هذه الأذكار. لكن إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هذا خلق المصلي، الصلاة بتترك هذا الأثر الإيجابي داخل الإنسان، فيرى ذلك من خلال أفعاله بعد كده. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فحنجد الإنسان المصلي الذي يقف بين يدي الملك الديان ويردد هذه الآيات، وكذلك هذه الأذكار وهذه الأدعية، وكذلك أيضا في تذلل الإنسان ربي سبحانه وتعالى. قلنا لازم الصلاة دي كلها أثر إيجابي على الإنسان، النفوس لا تزكى إلا عن طريق العبادات، وهذا ما بينه لنا ربنا سبحانه وتعالى، وما بينه لنا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم، إن العبادة لها أثر بالغ في تزكية النفوس، وكذلك أيضا كيف يكون الاستعلاء بالإيمان والاستعلاء بالطاعات على فعل القباح.
قلنا لأن هذا الأمر لا يتناسب ولا يتوافق أبدا مع فعل الإنسان لهذه الطاعات. فلذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور العمل به فليس لله حاجة أن يضع طعامه وشرابه. قلنا لأن الإنسان ممكن بيترك الأمور المباحة وبعد ذلك بينغمس في الأمور المحرمة، قلنا أمر في تناقض، يعني أمر في تناقض. قلنا لذلك بيبقى الصوم ده يعني حجة على كل من فعل المعصية، الصوم ده حجة على كل من فعل المعصية. قلنا احنا في الصوم ده عشان نصوم ماذا نترك؟ نترك المباحات، نترك المباحات، تترك الطعام، تترك الشراب، تترك النساء الحلائل، كل ده بنتركه. يعني ترى بتترك المباحات دي ليه؟ من باب القرب الله عز وجل. طب يا ترى في المقابل كده ممكن تفعل معصيه؟ اذا كنت انت بتترك الامور المباحه، يعني هذه امور طيبه طيبات، يعني هذه مما اباحه لنا ربنا سبحانه وتعالى ان نستمتع به، فلما نتركه كقرب الله عز وجل فكانت حجه على الانسان في عدم لو لم يترك هذا الحرام كان حجه. يعني عشان كده الانسان مثلا يقول لك والله انا لم اقوى على كذا، نقول لا لم أقوى على كذا، لم أقوى على ترك كذا، نقول لك والله دي يعني بلاء أصيب به الإنسان، مثلا زي مسألة السجائر وغير ذلك. يقول لك لا، ده الصوم ده عليك حج عليك. قلنا بدين حتى في مسألة الصوم تترك أنت الأمور المباحة، يبقى بتمكث مدة طويلة تترك الأمور المباحة وبعد ذلك كيف تنغمس في المعاصي؟ قلنا هذا أمر لا يتفق. كذلك مثلا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، يبقى نقول ما ينبغي للمصلي أن يرى عليه كلام الفاحش. بعدما ردد اللسان ده ردد كلمات الرب سبحانه وتعالى أو ردد هذا الذكر والتسبيح والتأنيث، يقول لا يتفق أبدا، لا يتفق الفعل دي مع ما أقر به العبد باللسان، وما أيضا هذه الفعل لا تتفق مع وقوف الإنسان بين يدي الله سبحانه وتعالى. يعني نفس القضية أيضا، أنت بتترك الطعام والشراب المباح، قلنا ليه ماذا تتركه؟ نقول والله من باب التقرب الله سبحانه وتعالى. طب يبقى يتناسب مع كده لك أنت تترك إيه؟ الموبقات، تترك الأمور المهلكة، تترك هذه المعاصي التي حرمها ربنا سبحانه وتعالى. كنا بنترك إلا الشيء اللي أباحه لنا ربنا سبحانه وتعالى، إذا ما تركش الحرام. فلذلك قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يضع طعام وشراب. قلنا ده من باب الزجر، من باب الزجر والتقريع للإنسان، يعني لما بتترك الطعام والشراب المباح كيف لا تترك هذا الشيء؟ يبقى تنتبه أن الإنسان هنا يعني ما نجي نترك الحرام المباح، يبقى نقول من باب أولى وأحرى ترك المحرمات. فكما قال وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الصيام عن إمساك عن الطعام والشراب، ولكن عن اللغو والرفث. مش لكن، فلذلك قال في الرواية الثانية صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل. نقول ما يتناسبش أبدا. لما نقول إمساك أنت متلبس بطاعة، أنت متلبس بطاعة، قلنا دي الطاعة بتاعتها دي طاعة ممتدة، ده من الغروب من طلوع الفجر لغاية الغروب وأنا متلبس بطاعة، متلبس بطاعة. قلنا تلبس الإنسان بالطاعة يبقى ده يعني ندفع من خلاله يعني أي خلق من الأخلاقيات الذميمة. لذلك بيعلمنا كيف تكون التربية، إزاي تكون التربية وتربية الإنسان عن طريق الطاعات. أن في بعض الأحيان يقول الإنسان والله محتاجين لدروس تربوية، هذه التربية هو ده عن طريق الطاعة. أقول لك عايز تربى، طبق بس النصوص، طبق النصوص، هذه نص من النصوص دي أنت بتطبقه. يعني بنلاقي مثلا لو إنسان جاهل عليك أو إنسان ثقب عليك أنت بتطبق الكلام ده، يجد قلما من يطبق ذلك الكلام. ما هي دي التربية أساس. هي الصحابة تربت إزاي رضي الله عنهم؟ كان نص الآية ياخذوه بالتطبيق، نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم التطبيق، ما كانش فيه فرصة أبدا، ما كانش فيه أبدا يعني بون شاسع كده بين القول والعمل عندهم. القول والعمل، العمل كان ملازم للقول. أول ما يرد إلى أذنيه قال الله تعالى كذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، ترى التطبيق الفوري عند الصحابة رضي الله عنه. قلنا ده خلق العبادة بتربيك على، وكذلك على الاستعلاء على المعصية، استعلاء تستعلى على المعصية. ولذلك نقول دايما انتبه ان السفيه لا يجرك الى السفاهة. لما احنا ننظر كده لو انت هترد على هذا الانسان الشتم او السب، نقول يا ترى مين اللي كسب المعركة؟ نكسب المعركة لو فكر، نقول مين اللي كسب؟ نقول لك مع انك انت عني مما قال، لكن في الحقيقة مين اللي جرك لهذا السفاه؟ السفيه. نجد السفيه انتصر عليه،
مجرد للشباب، لكن نقول ان الايمان دايما بيرقي الانسان. خليك انك انت تستعلي بالطاعة عن امثال هذه القبائح، يقول الانسان على هذه الصورة المهينة ابدا، لا سب ولا شتم ولا صخب ولا ايه ولا جهال على القوم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان احدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل. ما ينفعش قاتل، قلنا لو وقفت النص لغاية هنا حنفسره، لكن نجد ان النبي صلى الله عليه وسلم يترك لنا فرصة للتأويل، تركناش فرصة. يعني قال اذا كان احدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل، خلاص يبقى نقول والله مش هنتكلم بالكلام ده، هو ده ابتداء، كأن ابتداء الفعل الإنسان، نقول لا. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم فصل لنا الأمر حتى يكون هناك مجال للتأويل. قال فإن امرؤ قاتل أو شتم، تخيل كده ماشي في الطريق إنسان استهزأ بي، سخر منك، سبك، شتمك، فأنا صائم ماذا أفعل ماذا أفعل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقل إني صائم إني صائم، يعني كأن الخلق لا يقتضي الصائم ان هو يرد الشتم مثلا، يردوش مع العباده، انت بتتعبك متلف. اذا هذه الطاعه هذه القبائح، وان الانسان طبعا يعني قد يكون وكانها ضد فطره الانسان، كانها ضد فطره الانسان. والله احنا لو تركنا هذا الامر يعني هنجد ان هو حلو علينا لغاية ذلك من المباريات الكثيرة التي تذكر، ولكن دي السنة قالت كده، الشرع قال كده. واعلم دايما النجاة في اتباع السنة، النجاة دايما في اتباع السنة. يبقى يقول لك والله ده هيقود علينا، ده هيهيمك، ان الله يدافع عن الذين امنوا، ولكن انت فسيكفيكم الله، اليس الله بكاف عبده، بس انت اتبع 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 واترك الامر لربك. الله تعالى قال ذلك، لذلك قال العلماء فتستزيد من الطاعة ولتنشغل بطاعة الله عز وجل، والله تعالى يتكفل بدفع شفاعة الشفاعة، الله تعالى يتكفل بذلك. فنقول شوف الانسان مش مسألة تركت الطعام والشراب وبعد ذلك تكلم، فانت صائم، نقول كل الجوارح، كيان الانسان كله، كل كيان الإنسان يصوم لرب سبحانه وتعالى. وحتى لو تسفى ذلك السفيه فلا ترد السفاه بسفاه، ولا ينتصر عليك السفيه حتى يجرك إلى السفاهة، وإنه السفيه كده يجرك للسفاهة. لذلك حتى بنجد أن العلماء بيذكرون قال لو كان إنسان سفيه قد اشتكى من هو من أشراف القوم على مال، قال ان ذلك الشريف يعطيه المال حتى لا يقف كأخدعة، ادعى شيء على ادعى بعض المال مثلا على بعض الاشراف، فعلى ذلك يبقى خصومه هيقف بينه وبين القاد، قد هيخصم منه، قال عشان الشريف ده ما يقفش كخصم له هذا السفيه، قال يعطيه يدفع هذا الامر بمال، قلنا حتى لا يكون هناك يقف امام القاضي مع ذلك السفيه. استعلاء، استعلاء دائما، استعلاء الطاعة، استعلاء الإيمان، مش باب التكبر، لا ده استعلاء الطاعة بتربينا هذه التربية، وكذلك بتربي الإنسان على هذه الأخلاقيات الفاضلة، خلق، خلق سامي، خلق راقي، ده حال المؤمن، حال المؤمن. ودائما كده الدعوة بالسلوك نقول أوقع من الدعوة بالكلام، الدعوة بالسلوك أوقع من الدعوة بالكلام. ودائما لازم تتذكر السنة فيها النجاة، السنة فيها نجاة، الاتباع فيه نجاة. كيف يكون الأمر؟ كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى، أليس الله بكاف عبده؟ الله تعالى يدفع عنك يدفع، فسيكفيكم الله، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، بس يكون أنت من اللي بيحققوا الإيمان على حقيقته، الله تعالى يدفع عنك يدفع عنك. إحنا لما نيجي نشوفه كده كيف دفع الله عز وجل عن الصحابة رضي الله عنهم، قلنا على الرغم من يعني ما لاقت الصحابة رضي الله عنهم من التنكير والعذاب، ولكن نهاية الأمر والعاقبة للمتقين، كيف دفع الله عز وجل ذلك السوء وهذا العذاب عن الصحابة رضي الله عنهم حتى مكن لهم ربنا سبحانه. لكن الأمر محتاج إلى مزيد من الطاعات، إلى فهم أيضا ما معنى تلبس الإنسان بالطاعة، وأنك عبد ربك سبحانه وتعالى فتتبع، مسألة مش محتاجة لأراء ومش محتاجة إلى أي نوع من أنواع الفزلكة، لا اتبع ولا تبتدع، فقد كفيتم كما قال ابن مسعود رضي الله عنه. ثم ينتقل بعد ذلك إلى باب آخر، وباب
السواك للصائم، ونرجع ذلك الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة. نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.